نحن نعرف منذ 24 ساعة 36 ساعة من الآن، من ساعتنا هذه، من وقتنا هذا، يعني تطورت الأمور بالنسبة للمباحثات وبالنسبة للمشروع الأمريكي لتحقيق هدنة لمدة 60 يوما. اليوم الآن مثل ما تفضلت قد تتحقق هذه الهدنة. تصريحات الجنرال محمد باخري وتصريحات أخرى أيضا تتابعت يوم أمس واليوم بأن إيران سوف سترد ردا ثالثا تحت مسمى الوعد الصادق رقم 3 على إسرائيل. فمعنى ذلك أن لا ربط ما بين العزم الإيراني أو النية الإيرانية على تحقيق هذه الضربة وبين هذه الهدنة. هذه الهدنة فقط بين لبنان أو حقيقة بين حزب الله وبين إسرائيل، لا أكثر ولا أقل. أما الأمور الأخرى سواء بالنسبة للضربات الإسرائيلية التي قد تأتي على الفصائل المسلحة في الأرض السورية أو على الأرض العراقية، لا ربط بين الاثنين. وبالعكس، أنا أتصور أن إسرائيل ستتفرغ من الجانب اللبناني أو من جانب حزب الله وتتجه باتجاه الفصائل المسلحة على الأرض السورية أو على الأرض العراقية، ولربما فيما إذا ردت أو تحقق الرد الإيراني على إسرائيل، عندئذ سيكون هناك رد فعل متفرغ إسرائيلي باتجاه إيران.